بث مباشر طالع للدواسي. ألف ألف بيك. ايش اختاريت لنا؟ فول. خلينا بعدين نسولف شوية عن ال... استريح. ايه فول ولا بطنك توجعني نفس الدني. ليش سموها الدواسي؟ ما كان في الشغلة يدوسون بيها برجليها ما اعرف ايش نسيتوا، بس هو الدواسي هذيك الشغلة كان يدوسوها برجليهم كثير. اها هي اسمها الدواسي؟ دواسي خارج ودواسي داخل. هسه احنا وين بهذا الشارع؟ شارع المطارات يودي على النبي الشيد. النبي الشيد من هون على الدواسي خارج، من هون على الدواسي داخل. هذا خليل يسلم عليكم طبعا، خليل صديقنا من بغداد والشام. هلا خليل، فنان رسام جرافيك يعني. يريد يجي للموصل اكو شغل الوشم؟ بس يعني ما محلات، يعني طلبات خاصة. طلبات خاصة ايه. ليش ما محلات برايك؟ بعد يمكن هاي الثقافة ما انتشرت كثير بالموصل. ايش طلبت لنا؟ فول. منو دفع؟ ايوب. لا انا قلت له هاي ما تعتبر عزيمة، العزيمة بتاخذنا ببيتكم وتاخذ هاي. بس هو غلط. بس خلينا نرجع للثقيلة عليكم، القوس عليكم والفول علي. زين. لكن اي متى ما حبيت ماي ولبن؟ ما في شو، خلينا نغشعهم نظفونه ما نظفونه. والله غادي لنا مرة عليهم. ذاك الصليب لهم. هذا صاحبنا. بس لقى ياكل فلافل. شو انت مظلمة الشاشة انت مالك؟ ها؟ اي هي ظلمة بس التعليقات. حمود يا حبيبي. التصوير تعبان، تعبان لأن الشمس الإضاءة تعبان لو أفعى. أنا آسف يعني. تعبان. أنا آسف على هذا. هذا صديقي وأنا أتحمله. الله بالخير. إيش وصيت؟ إيش وصيت؟ فلافل. كنت أطش عليك الفول ببالك أبوي وأخوي. زين ليش ضايج؟ شوية بس لا كثير. انا لا اصمك حاد. ايش عندك حاد جي؟ وبطنك. هاي منطقة الدواس، هاي الدواس. هاي البلدية شغل مستمر. دربال. شو تخلي واحدة؟ هذا خليها قليلة. بالنسبة للمؤتمر الكويت إن شاء الله يعني أكثر من بث بثيتوا علينا تفاصيل المؤتمر. كل مكان حاضر مؤتمر الكويت حتى بالدواسة. ما نعمل بينه بالملتقى جلسة؟ أقتلك في وقت. يلا بعد. حسوني زنزن. أيوب. يا الله كم المضى الشيء. ايه سولف لنا عمر. ايه متى ترجع الدواسي؟ طبعا ها نسيت اعرفكم بصديقي عمر ومهندس ما يقبل يقول بداية صحفي. مهندس وصحفي.
وأحد الصانعي القصص بالموصل، قصص صحفية، أيضا مهتم بالعمل التطوعي بشكل كلش كبير، وهو يحكي دواسة سألت عليه احتاج بعد يعني، لأنه أغلبها مجمعات تجارية ومتاجر، فيها سينمات، فيها مطاعم، فيها مخازن تجارية كبيرة مدمرة بشكل كبير، يعني أغلبها يتعود من مو أغلبها ما جميعها تعود إما يعني الناس أملاك خاصة، أكيد هذول جال فلافل، أكيد هذول يعني حاجة إلى فترة ووقت حتى يستعيدون عافيتهم، لكن بعد مدى مطاعم، كافتريات، محلات، أسواق تفتح، هذا يعني رسالة لاستعادة الحياة في منطقة دواسر الموصل. جال فول واللعاب ياسين ايش ما جابنا لا في مين صمود؟ لا حد تعال مراتي نجيب حدادي وجه ايه ما هو الحاد؟ كلهم سوا مشترك، هذا زيت شين بين الاحمر هذا اكثر شيء؟ انت تخسر يمكن هذا اكثر شيء ما مشكلة تريد حاد ما حاد؟ انا يلا تحل فعلا زي ودي صحيح صحفي همه على بطنه يا بت قدمتكم ماشني وي الله يعافيك حبيبي يوسف، عافيات على قلبك يا ابو احمد الجادر، شكرا. خليل مشتاق لك. خضير الراشد ان شاء الله نسولف اكيد بهذا الموضوع، تحياتي لك. مصطفى راضي حبيبي شكرا لك. انا ما اريد ليش الله يعافيكم شباب. طبعا الله يسلمك حبيبي شباب، الله يعافيك من نون المباشر يعني. شلون الوضع بالدواسه؟ كي ايوب انت تحكي يعني هو ياكل وانا احكي ايش تصير؟ ما انت لا حلو خلي يشوفون الشباب العمال يعني شلون صار فتره السلاحه ويتغدون التواضع مال صقر اللي يقعد ياكل ويا الطبقه العامله فول وفلافل. امبارح كان بالكويت واليوم بالدواسه. طبعا فيك الانترنت فول بحق انتقلت مباشر يعني نعم ليه حالي. اوكي شهد الدللي اسرح بس مسج وين على البروفايل وعلى البيج. طبعا الفول اللي موت يلا طيب حبيبي سعود ابو هاني الوردة. الوضع بالدواسة زين حلو، اكو حركة، مهم اكو حركة يعني، بس تحتاج شوية اعادة تأهيل. الخدمات البلدية موجودة اوكي جاب بريس تجي من العمليه هذا دحقون عندهم شوندغ ما شوندغ انا ما جبت لنا ليش ما عندهم شوندغ هذا ايوب اقول معزم اسحب العمال هذا ايوب حمله الدنابر بندر كل شيء ابو اكيد بصعوبه طبعا لا العفو شهدت امرين
اكيد يعني بصعوبه حررت ان شاء الله يا رب يعني الامن والامان لكل العراقيين. صمون حار، الفلافل حار، الفول حار، طيب الاكل، الجو طيب، الجو طيب اليوم جدا. ايه فعلا اكيد معاك الاجواء طيب استاذ عمر، اشكرك معاك طلع اجمل. لا والله معاك، معاك والله، معاك والله، معاك والله، انت معاك. ايوب قيدونا على خلاله وما تجيبوا الماون. ايوب دوخنا بالسوالف، كم ساعه بسولف لي هسه؟ ما اطيق واحد يمكن عزمنا. عشان تحكي مع الصحافه، عشان تحكي مع الاعلام، عشان تحكي على منصه عاشت ايدك؟ لا ذيك الوقت اشغل تختلف. ما اتصور والله هذا وضعك. سايلنت. والله الدواس بخير والعمال موجودين، يعني هي من يعني فعلا المنطقه اللي تواجد بها عمال، يعني هي منطقه بخير ما بالله، يعني اكو عملك وبناءك وحياتك. اي اهم شيء. حبيبي سعود الورده الله يعافيك ابو هاني صديقي، ممكن ثلاثة بيبسي؟ تسلم. طبعا احنا اسفين يعني خل ناكل وانتم ابعاد. اعزمهم عمرك انتم تفضلوا، بس دحق على السمك شو صافي. لا تريد تشتري ملابس من الدواسة. ايوه حلم كل مراهق كان البنطلون ابو العلامة. شكرا. عيش ابو الميدالية ممنوع حبيبي. اسمه بنطلون عمار. جيلكم احنا جيلنا ابو الكسرات. اساس هو وبوتين ابو هذا البوتين الاسود نايك ابو هاي على هاي على نايك لو اديداس والقميص البيجكسن لحقت علينا عمر مثل الكابوي. ايه الكابوي كلته نمبر 1 تذكرته كان رقم 1 على القمصه لو تتذكر 512 بنطلون من وراء ما 15 12 كان مودعكم و شكرا على المتابعة. ما زين عليك بيبسي، والله بدون بيبسي ما عفا عيش بشرفي. والتقيكم ببثات اخرى ان شاء الله، انتظرونا من المدينة القديمة مع ايوب حملة الدنابر، ونشوفكم رجوع الناس للمدينة بعد تنظيف الازقة. ما كم عائلة رجعت المشاهدة؟ المشاهدة وحواليها 270 عائلة. تقريبا 1000 نفر توفرت لهم خدمة بشيء بسيط اللي هو رفع الأنقاض بالدنابر. راح نحكي أكثر بهذا الموضوع بتفاصيل إن شاء الله من موقع الحدث.